السلام عليكم. اذا بالنسبه للمقادير ديال هذا الكرواسون ان شاء الله اللي غادي نحضروا، غادي نوريكم يعني الطريقه ديالها، يعني باحترافيه. غادي نحتاج اول شيء، هنا عندي نص كيلو ديال الطحين، هنايا المقادير ديال 500 غرام ديال الطحين. نتوما ديك الساعه الا بغيتوا الدوبلو يمكن لكم الدوبلو، المقادير كامله. هنا عندي تقريبا 500 غرام، عندي 500 غرام نيشان ديال الدقيق. غنحتاج معاها واحد 40 غرام ديال السكر كلاصي، 40 غرام ما يعادل ملعقه كبيره تكون عامره. هنا عندي 10 غرام ديال الخميره كما كتشوفوا، سواء هذه الفوريه سواء الاخرى. 10 غرام هي تكون ملعقه كبيره وما تكونش عامره، يعني كنهزو من الفوق فقط. هنايا عندي نصف ملعقه ديال الملح، شويه ديال الملح. وغادي نحتاج للتوريق، غادي نحتاج الزبده، كل 500 غرام كنستعملوا معاها ما بين 220 حتى 250 غرام. غادي نستعمل لي انا هنايا 250 غرام. والحليب غادي نحتاجو حوالي 300 غرام، انا درت هنا 300 غرام اللي غادي نخلط ان شاء الله، وغادي نقول لكم تقريبا شحال استعملت ديال الحليب. دونك اول شيء هنايا غادي ندير المكونات ديالي، ندير الخميره، غنعطيها شويه الحليب، غندير الملحه. دونك هادو هما المقادير. هنا كما قلت لكم بالنسبه للحليب غادي نحتاجوا ليه ما بين 280 حتى 300 غرام. هنا حنا غادي نخلطو، غادي نعرفو تقريبا شحال غادي يكفينا، لان العجينه ما خصهاش تجي يعني خاصها تكون قاصحه، تكون شاده في راسها، ما نخليوهاش جاريه بزاف. تقريبا غادي تكفينا فيها 300 غرام ديال الحليب. اذا انا خويتها كامله 300 غرام كتعبروها ديال الحليب. حذاري ديروا يعني المقادير بالعبار ديالها باش كتخرج ليكم الكرواسون ديالكم مزيانه. الكرواسون ما كتبغيش يعني اللي بغات تخدمها في العجانه فهي ما كتبغيش تليك بزاف، فقط كتجمع ليكم، كتجمعوها كيتجمع ليكم داك الدقيق صافي، كتكتفيو كتجمعوها كما كتلاحظوا. انا يعني فقط غادي نجمعها، نجمع فيها داك الدقيق مزيان. هنا كما كتشوفوا العجينه ديالنا من بعد ما جمعتها كما قلت لكم ما خاصهاش نهائيا تدلك، فقط كنجمعوا فيها داك الدقيق، كتجي قاصحه هي بهذا الشكل هذا. استعملنا فيها 300 غرام ديال الحليب. الان المرحله المواليه والمهمه، المهمه جدا، غادي ضروري ما نخليوها ترتاح. مثلا يعني كتخليوها اللي زربانه بها يعني وبغات تستعمل تصوبها نفس النهار، كتخليها كديرها في الثلاجه ساعتين ديال 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 الوقت، كتخليها في الثلاجه. من بعد عاد باش تنخرجوها وتنبداو يعني نخدموا هادو ديالنا لي تور ديالنا. اللي ما زربانهش بها يمكن ليها ديرها بالليل، مثلا تعجنيها بالليل وديريها في البلاستيك الغذائي وتخليها حتى للصباح وتخدمي بها. هي في كل ما يعني دات في الثلاجه كل ما باش كتصدق هاد العجينه ديال الكرواسون. انا هنايا غادي نحطها ساعتين في الثلاجه ان شاء الله، وغادي نخرجوها باش كنكملوا اللفات او لي تور ديالنا ان شاء الله، باش غادي نبداو لي تور. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما خرجتها من الثلاجه خليتها ساعتين يعني كترتاح، لان ضروري ما خاصها ترتاح باش كتعطينا يعني باش ما تحت بزاف في الثلاجه كتعطينا واحد كما كتلاحظوا كتجي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نبدا غنحتفظوا بهذا الكيس يعني ما نخرمزوش لان غنحتاجو. دابا غادي نبدا في التحضير. غناخذ المدلك، اللي عندها بحال هذا المدلك يعني اللي كيدور كما كتلاحظوا فكيعاونها بزاف باش كتدلك العجينه ديالها، اللي ما عندهاش يمكن لها تستعمل المدلك كما كان، حتى هذا ما تيكونش غالي بزاف، فقط 50 درهم ما كيفوتش 50 درهم. غادي نصايب مدلك العجين ديالي بهذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا
ناخذ الزبده ديالي غادي نقطعها بهذا الشكل والزبده ما تكونش خارجه من الثلاجه نهائيا. الزبده خاصها تكون بحراره المطبخ. وبالنسبه للنوع اللي كنستخدم ديال الزبده اللي هي اطلس غادي نوريكم دابا لومبالاج ديالها. كما شفتوا هذه الزبده اللي كنستعمل انا دائما كتجيني زوينه زوينه بزاف في التوريق. كاينين بزاف ديال الزبدات يعني ولكن هذه كما كتشوفوا فخاص للتوراق كتعجبني بزاف كتجي زوينه يعني بالنسبه للاخوات اللي غيسولوني. هنا كناخذ الزبده ديالي تنوسطها بهذا الشكل في الوسط فقط نضعها غير في الوسط. كما كتشوفوا في الزبده كتكون رطبه بحراره المطبخ تنحاول يعني نديرها فقط في الوسط وكان شي بلاصه غليظه تنبسطها باليد. ودابا غادي نجمع العجينه ديالي بهذا الشكل ونجمع الجزء الثاني بهذه الطريقه كنعطيوها واحد الشكل ديال المربع تنجمع هكا هكا كما كتشوفوا بهذا الشكل. دابا غادي ندخلها للثلاجه واحد 10 دقائق وسنخرجها دائما ما بين توريقه وتوريقه ندخلوها للثلاجه كما قلت لكم باش ترتاح لان هذيك الراحه اللي كترتاحها هي باش كتعطينا واحد الكرواسون او لبتي با مزيانين. غادي نردها يعني نغطيها مزيان باش ما يدخلهاش ليا الماء او البرد نخويها من نفس تماما نغطيها. غادي ندخلها واحد 10 دقائق ان شاء الله ونعاود نخرجها. هنا خرجتها من بعد ما ارتاحت واحد 10 دقائق في الثلاجه غادي نخرجها ودائما نحتفظ بالبلاستيك الغذائي. غادي نبغي نستعملو الان غادي نبدا نبسط بهذا الشكل. اهم شيء انكم يعني تحاولوا علاش كندخلوها للثلاجه باش الزبده ديالنا كتزيد تقساح وما يعني كتعاوننا في التبسيط. نبسطوها بهذا الشكل فقط يعني ما تقرقوهاش بزاف كما كتلاحظوا هنا. نحاول نقادو ليها هاد الجناب و تنطويو تنجيبو هنا ديما نعقلو الجهة الأولى اللي سبقنا هي نبقاو ديما غاديين بيها في ليتوغ ديالنا بثلاثة. تنجيبو هاد الجهة تنطويوها على ثلاثة. بالنسبة لعدد المرات ديال اللي غنورقو ثلاثة المرات وغادي نهزو هاد الجزء هذا ونوضعوه بهذا الشكل. هاد البلاصه اللي كتكون يعني كتكون عندنا هنا بلاصه مجموعه ونفس معها واحد البلاصه اللي هي فيها بلاصه مجموعه وبلاصه لا ديما تندورو هكا وتنعاودو ندلكو ديما هاد البلاصه اللي كتكون مفتوحه كان اما يعني كنتبعو في التوريقات ديالنا بثلاثه اما كنخليوها على اليمين اللي دورات على هاد الجهه على اليسر في التوريقات بثلاثه تبقى تدور على اليسر اللي دورتها على اليمين في التوريقات بثلاثه تدورها على اليمين يعني كنحافظوا ليها على التوراق ديالها. غادي نديرها في البلاستيك الغذائي مره ثانيه او ثالثه وغادي ندخلها واحد 10 دقائق الثلاجه باش غادي ان شاء الله نديرو التور الثانيه. ودابا التوريقه الثانيه ان شاء الله الفورس ديما نستعملو واحد النوعيه ديال الفورس اللي هي مزيانه تكون خاصه بالحلويات. كما قلت لكم الجهه اللي كتكون مفتوحه تنخليها بهذا الشيء وتنبدا عاود نبسط ديما كنبداو بهذا الشكل من الوسط ومن بعد كنبسطو بهذه الطريقه.
كتشوفوا، وغادي نطويها عاود على ثلاثة. ديما نبدا بنفس الجهه، نمسح الفرص ديالي، غادي نديرهم متساويين بهذا الشكل هذا، وغادي نقاد هنا، نحاول نجبد شويه باش كنجيني مقاده، وندور كما العاده الجهه المفتوحه تكون لهذا الجهه، ونحطها في الثلاجه باش ان شاء الله نعاودوا ليها التوريقه الثالثه ان شاء الله. والان غادي نديروا اخر تور او اخر توريقه ديالنا. نبسطوها، دونك هذه هي التوريقه الثالثه ثلاثه المرات. بالنسبه للعجينه ديال الكرواسون اولا ديال البتيبان، الكرواسون فهي ديال البتيبان كنمرقوها ثلاثه المرات فقط. بالنسبه للعجينه المورقه، يعني هذه راه مختلفه على العجينه المورقه، العجينه المورقه مختلفه من ناحيه حتى المكونات ديالها ولا حتى في التوراق. العجينه المورقه كدار ست المرات، كتورق سته ما بين خمسه حتى ست المرات، غادي تلقاوها في القناه ديالي. هنا كملنا ليتور ديالنا كما كتشوفوا، وغادي نحتفظ بها لاخر مره في الثلاجه 10 دقائق، وتنخرجوها باش نحضروا لي كرواسون ديالنا. وهنا كما كتلاحظوا انا خرجت الكرواسون، عجينه الكرواسون ديالي كما كتشوفوا الان فهي كامله. فقط الان غادي نبدا بتحضير لي كرواسون ديالي اولا لي بسيبان. كنقسم العجينه ديالي على جوج كما كتشوفوا، باش غادي نوريكم التوراق كيفاش كيجي، يعني كيجي بهذا الشكل. يعني الا خرجت لك العجينه هكا مورقه، عرفي بلي راه نجحتي في التوراق ديال العجين. وغادي نبدا نبسط باش نصايب. الكرواسون اول شيء نحاول نعطيوها، يعني نرقوها شويه، تقريبا 1.05 مليمتر حتى 1 سنتيمتر. كتجينا خفيفه، كتشوفوا الطريقه سهله، فقط واحد شويه ديال التركيز يعني باش تخدموها، كتجي صعيبه بزاف. انا غادي نحيد هاد الجوانب رقاق، نحيدوهم بشكل رقيق فقط باش كيبان لينا التوراق ديالنا. بهذا الشكل هذا، يعني باش ملي كنلويو هاد الكرواسون كيبان لينا التوراق. هادي هاد الجنب، أو تنصيبو شكل مثلثات. هنا كنحاول نجبد هاد الجنب شوية باش كيعطيني مثلث، نحاولو منكبروهمش باش كيجيونا موين ومتيولين، ميجيوناش كبار بزاف. كما كتشوفوا بهذه الطريقه. الان غادي نبدا نقادهم. اول شيء كنديروا واحد الخط هنايا، الكرواسون ضروري ما ديري واحد الخط هنا، تقريبا تيكون فيه 1 سنتيمتر في الوسط باش كيعاونكم باش ديروا ليه هذا الكرواسون ديالكم.
تنبداو في التحضير الكرواسون. هنايا تناخذ هاد الجنيبات هادو وتنحاول ندير ليهم هكا وتنبدا نلوي يعني شويه نتيري شويه هاد الجنب هذا واخا يتخطى ماشي مشكل كتقادو وتنستمر بهاد الشكل. وها الكرواسون ديالي كما كتلاحظوا كتجي بهذا الشكل. غادي نكمل دائما نلويوها في الجنب وترولي تنتيري شويه هنا وتنحتفظ بالكرواسون. طريقه سهله دونك. الان غادي نكمل هاد الكرواسون ان شاء الله وندوزو باش نصايبو التيبان ديالنا. حتى هما ساهلين دابا غنبداو بتحضير الكرواسون. اعتذر التيبان نفس الطريقه غادي نبسطو العجينه ديالنا نديرو الدقيق باش ما يلصقش لينا العجين. العجينه ديال بسيبان هنا صايبتها. الان غادي نقطعهم نحاولوا نديرو مربع هذا اشرطه تكون صغيره باش ما تجيناش كذلك طويله نعبروا باليد ديالنا اولا باش ما تجيناش كبيره. نعطيوهم نفس القياس وغادي نوضع فيهم الشكلاط. بالنسبه للشكلاط اللي كنستعمل كاين هذا فيه دو كاليتي كاين واحد غالي على هذا كاين هذا تقريبا داير شي 14 درهم فيه يعني كيدي لك بزاف. كاين في مرجان كاين في اتاكادا وهذا خديته في اتاكادا كاين قلت لكم 14 درهم كيدي لكم يعني حتى يعني ما كيساليش دغيا. نتوما غتشوفوا شحال فيه ما عادش كاتبين فيه هنايا شحال من قطعه فيه ما كاتبينهاش ولكن يعني فيه بزاف غتكون كثر من 100 بياسه كيكون طويل. هو هذا اللي كيخدموا به كما كتشوفوا. وغادي نبدا نحضر هناخدو الشوكولاط نديرو الكميه اللي حنا يعني بغيناها بهذه الطريقه. نقرب لكم يعني باش تشوفوا وتنلويو هكا كما كتلاحظوا هكا. عاود كناخدو الشوكولاط تنوضعوه وتنسدو بهذا الشكل. نحاولوا ما نوركوش عليها نخليوها بهذا الشكل هذا ما نوركوش على الكواس على البتيبان ديالنا. غادي نعاودو وحده اخرى نفس الطريقه وحده جوج ونعاودو كذلك الشوكولاط بهذا الشكل. كنخليو دائما الجهه اللي مفتوحه تكون في الوسط حتى نوضعو الشوكولاط حتى نوضعو الكواس على البتيبان. نكملوا بهذه الطريقه حتى كنساليو. هنايا يقدروا تحيدوا هذه الجوانب الا بغيتوا الشوكولاط يجي خارج. نوركو شويه فقط باش كتسد لينا هذا الجهه السفلى وكنكملوا حتى كنساليو التحضير ديال هاد البتيبان. كما كتشوفوا كرواسون والبتيبان حنا وجدناهم. دابا غادي نخليوهم ان شاء الله تيخمروا ساعه ان شاء الله. غادي نخليوهم ساعه 60 دقيقه حتى كيخمروا ونتلاقاو باش غادي ندهنوهم وغادي ندخلوهم يطيبوا ونشوفوا الشكل النهائي ديالهم كذلك. من بعد ما يعني خليتهم تقريبا واحد ساعه ديال المقانه كما كتشوفوا كيخمروا تناخذ واحد البيضه بيضه واحده فقط يعني ما غاديش نضيفوا عليها حتى شي حاجه. كنطربوها مزيان يعني حتى ما كتبقاش يعني ما كتبقاش هكا.
نديرو القرابيه داوي باش كتقرب لكم مزيان هذا الشكل هذا. وغادي ندهنوا بها هاد العجينه ديالنا. ان شاء الله كنسخنوا الفران على درجه حراره 180 درجه باش نديروا لي بتي بان ديالنا والكرواسون. كيطيبوا ان شاء الله لمده 20 دقيقه كيطيبوا. تنخرجوهم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. البتي بان والكرواسون ديالنا موجدو كما كتشوفوا تيجيو بهذا الشكل هذا تماما بحال لي بتي بان ولا كرواسون ديال برا. كيجيو رائعين هشاش كما كتلاحظوا. فهادي كما كتشوفوا كتجي من الداخل هائله وكتجي مورقه مزيان هذا الشكل هذا وخاويه من الداخل كما كتلاحظوا. فسهله ما كاينش شي حاجه اللي هي صعيبه. الاهم انكم يعني تخدموها بالخاطر وبشويه. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم والكرواسون تنال اعجابكم، بالاخص الاخوات اللي طلبوا مني انني ندرج لهم الكرواسون. هذه المره الثانيه باش كندرجها في القناه ديالي، يعني طلبوها مني الاخوات. نتمنى انهم تعجبهم وتكون وصلتهم الفكره ديال التحضير. وان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه عمل الكرواسون بدون عجين مورق، يعني بدون توريق بدون عذاب ديال التوريق. يعني كيكون هو ما تيجيش هكا، يعني يكذب عليكم الكذاب يقول لكم يعني شي عجينه غادي تجيك بحال هكا مورقه مثل هذا التوراق هذا، لكن فقط اللي كيبغي يعدي. ان شاء الله غادي نحط لكم هذوك الوصفات. وما بقى لي الا نقول لكم ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، انضموا للصفحه ديالي على الفيسبوك، كذلك اللي بغات البروفيل ديالي فغتلقاه مكتوب اسفل الفيديو شاكي نجات. يمكن لكم تانفيتيوني، مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. اللي بغات كذلك تنضم للجروب ديال اللايف او البث المباشر للوصفات تنضم ليه ان شاء الله، مرحبا بها. وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.